بيخش عندك البيت حضرتك بيوطي دماغه في الارض، انسان ملوش في حاجه، زي اللبن الحليب، طار من اي حاجه، ملوش في اي حاجه، ملوش في اي حاجه حضرتك، يعني داخل عندك البيت وانت قريبه او اخوه بيمشي موطي في الارض، ملوش دعوه بحد، ملوش عداوه مع حد، ملوش مشاكل مع حد، ما فيش حد اشتكى منه. وحضرتك رئيس المباحث دلوقتي في البلد بيحقق فاضيته، نزل عند اهل اللي قتلوه، فتح المجاري حضرتك دلوقتي ولقى دم وشاتم اهله، اهل القاتل. وحضرتك الحكومه دلوقتي في البلد وبتحقق وبتسال عنه، وكل الناس شهدوا ان احمد انسان كويس، انسان ملوش في حاجه، انسان غلبان، انسان ملوش في اي حاجه، حرام يتعمل فيه كده، حرام، ملوش عداوه مع حد، ما بيتكلمش مع حد، انسان زي اللبن الحليب بيختشم الهدوم اللي هو لابسها، ملوش عداوه مع حد وملوش حاجه. وهو كان نايم وخدوه من على الكافيتيريا وجروه على البيت ودخلوه جوه البيت، والجريمه تمت في البيت، وخرج من البيت شالوه، شالوه حضرتك في قلب البيت من جوه، حاطينه في المكنه، ضاربينه بالنار ومعذبينه وكانوا مكتفينه، وفي اثار ضرب على ظهره حضرتك احنا شفناه، احنا دخلنا المستشفى شفناه انا واخوه، في اثار ضرب على ظهره وفي اثار حبل على رجليه، ومضروب بسكينه، تعذيب يعني، تعذيب، ومضروب بسكينه ومضروب بالنار، الطلقه معديه من قلبه المعديه من ظهره، وانسان ملوش في حاجه، وانسان كويس، وانسان طيب، والبلد كلها والدنيا كلها بتحلف بحياته، ملوش اعداء مع حد. منهم قالوا ايه حد؟ لا احنا ما نعرفش السبب، ملوش اعداء مع حد حضرتك، ملوش فعلا الناس وده راجل برضه من البلد حضرتك دلوقتي هيتكلم مع حضرتك. يا باشا احمد ده ما شخصيه محترمه، شخصيه ملهاش في اي حاجه، ماشي بيمشي بيجي من عمله لشغله، من شغله لبيته، وهو عيل طاهر بما يرضي الله. والناس دي ناس حراميه وناس كل عبر الدنيا فيها، والناس دي مسجله وطالعين لسه من السجن من قضيه سرقه، وهم خدوا الواد دوت عملوا فيه كده، وقبلها بيوم ولا بيومين معورينه في جنبه، خياطينه 7 غرز في جنبه برضه، واحنا ما نعرفش عن القصه دي كلها حاجه، وهو الواد من طيبته ما قالش لحد حاجه، فاحنا عايزين حق اخونا ان شاء الله بامر الله. اخوه بقى، انا اخوه بالراحه بقى، احنا ولا هنخرب الدنيا ولا هنولع ولا هنعمل اي حاجه، اتاكد ان عداله مصر، احنا القانون في صفنا، القانون في صفنا، احنا ولا هنولع ولا هنعمل اي حاجه، لا هنا احنا اللي بنولع، احنا القانون، شوف احنا بنطلب باعدامه، احنا بقول لك مش هنعمل وفقا للقانون، احنا دول قتل وشاب عليه سنه اتجوز على وش جوز، احنا مش هنعمل، احنا وفق القانون، نشوف احنا عاوزين، احنا طالبين الاعدام للثلاثة، عشان اخويا غلبان وما عملش حاجة وحشة في حد، وحسب الله نعم الوكيل في كل لمس جلابيت اخويا، واحنا طالبين الاعدام، طالبين الاعدام، طالبين الاعدام. انا خالته ومربي وحلال، انا بطالب بالاعدام امهم قبل منه، بطالب بالاعدام امهم قبل منه، عشان امهم قبل امهم طلعت دم ميه على دم بتاعي ابن اختي، وجم خبطوا علينا كده صحونا، قومي ابن اختك اتقتل وضربوا النار، وهم اللي ضربوا بالنار وهم اللي ماتوا. الله حق ايه الامر